الصين الآن أكبر عجز تجاري في تونس في الميزان التجاري هو مع الصين، ومع العلم أنه مع الصين ليست هناك اتفاقيات، لكن هناك عجز تجاري كبير. تونس تستورد العديد من البضائع الصينية لكن لا تصدر إلى الصين. هذاك علاش الآن التمشي والمقاربة الصينية التي تعتمد على مشاريع كما يقولوا يتم بالمراكنة، يعني مشاريع ثنائية بدون المرور بإجراءات على مستوى الصفقات العمومية، هذا يختلف مع روح القانون في تونس. فكل ما هو مراكنة، والصينيين يحبذون المراكنة، أنه يقع تمرير المشاريع بصفة ثنائية مباشرة، وهناك حتى شبهات حول العملية هذه من ناحية الفساد اللي يصير من ناحية بعض العمولات التي تعطى لبعض المسؤولين، في الهدف منها هو تمرير هذه المشاريع بطريقة ثنائية، ومن خلال كل ما هو تفادي من المرور عبر المسالك القانونية التي تحتم أنه يقع نوع من التنافس وتقع نوع من الشفافية في تطبيق طلب العروض وتطبيق كل ما هو منح هذه المشاريع. هناك بعض الاستثمارات في مجال البنية التحتية، وهناك بعض التمويلات على مستوى إنجاز بعض المشاريع، مثلاً بعض السدود، بعض مشاريع تحلية المياه، بعض مشاريع البنية التحتية. لكن هناك زاد تصدي من الجانب التونسي ومن جانب الإدارة التونسية التي لا تسمح بتوريد العمالة الأجنبية، خاصة منها العمالة الرخيصة التي تؤثر على طاقة تشغيلية للعمالة التونسية. فهذا الأمر الآن الموجود، أنه هناك بعض المحاولات الصينية لاقتحام السوق التونسية من خلال مشاريع ومن خلال استثمارات ومن خلال عمالة رخيصة، لكن هناك تصدي من طرف السلطات، وهناك بعض الشركات على مستوى بعض المشاريع العمومية، خاصة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك ما بين القطاع العام التونسي والقطاع العام الصيني.